عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حار وحلو. واليوم باش نطيبوا حاجة محرحرة واللي هي الروز الجربي. باش نوريكم كيفاش نعملوا الروز الجربي. ديجا هي اسهل دار لي غوسيت، نحسها من اسهل لي غوسيت، خاطر تخلط الدنيا كل مع بعضها وتحطها تتفور. باهي باش نبداو. اول حاجة باش نحضر لفاحات متاعي وطماطم ولا هريسة. اول حاجة ناخد طماطم سيكام دوبل كونسنتري دو طومات، بيا برشا طماطم ما فيهاش الكروسيه القويه. خدينا المغرفه باش نحط مغرفتين طماطم باهين ونزيد شويه. لازم يبدا الطماطم باش يجي احمر، ما كانش يجي خفيف برشا ولونه فاتح. فوالا. وباش ناخو هريسة سيكام مع الطحينة نتاعها الباهية، فوالا، ونزيدو شوية هريسة عربي، مغرومين عدا بالهريسة العربي. وتوا باش نحط شوية زيت نجمة ديو بلوس، نحطو الزيت بالقدا وباش نفوح نحطو تيبلو كروية، نشخشخوها الدنيا باللفاحات، نحطو شوية فلفل مهروش، شوية فلفل أحمر، نحطو نعناع شايح، نكتة كركم والفلفل الأكحل والملح. ها هو الملح توا. نخلط لفاحات متاعي الكل بالقدا، نحلهم في بعضهم في الزيت. علاش نعملها ليتاب هذي؟ باش من بعد كي نخلط الروز والخضره لفيح يبدا يدخل في الخضره الكل والروز الكل، خاطر كي نحط الدنيا الكل وبعد نفوحها ينجم لفيح ما يتغلغلش بالقدا في الروز متاعنا. هاوكا حليناه بالقدا. باش ناخذو في التبسي نتاعنا توا ونحطو الجو الكل. قبل كل شيء خديت المقفول والكسكاس، المقفول حطيت فيه ماء باش نحطو يسخن. باهي توا باش ناخذو الروز. باش ناخذو هذوما تروف كبدة وقلب، نحطوهم على جنب ونحطو زيدا تروف لحم مقصوصين باش يزيد يبذر أكثر. أنا نزيد نحط فيه شوية دجاج مقصوص تروف، نحطو بصل منقصوش جيد برشا باش هكاكا خاطر كي باش يطيب وكل ويليث الخضرة باش تقعد تشدد روحو. نحطو سفنارية مقصوصة زيدا هي كيف كيف مش صغيرة برشا، نحط الجلبينة أوبس ونحط لحمة عيسى. وديما نقول راهو كل واحد زيدا ولي بريفيرونس نتاعو في التطيب. توا باش نحط لفاحات نتاعي ومن بعد باش نزيد الخضرة باش هكاكا الحميت والروز يتشخشخو بالقدا. الخضرة بيان سور خديت سلق وخديت شوية معدنوس. نلبسو لي غون نتاعي هاوما باش لفاحات ما تقعدش سخطو الكركم يبقع في اليدي. زيد هكا للعجنين خير، عجنين هو مش عجنين للتخليط. نخلط هكا بالقدا فوالا. هذيك هي لاستوس نتاع اللفاحة علاش نعملو وحدو ونخلط هذوما قبل. الخلطة نتاعنا هذيا حاضرة تو باش نزيدوها السلق ونزيدو نخلطو بيان سور.
السلق ما قصيتوش جيد برشا، على خاطر كيما قلت لكم كيفاش يطيب الخضره باش تليث برشا، معناها باش ينقص حتى الحجم نتاعها ينقص بالكدا. حط السلق مقصوص له خشين برشا ولو جيد برشا، ونزيد نخلط. باش نزيد ناخو التبسي اللي اكبر، باش هكاكا نجم نخلط بسهولة. ما خنزيد نحط فيه الخضرة متاعي، نقلب هذا لهنا، بسم الله، فوالا. الريحة ديجا محرحرة ومشخشخة، فوالا. ديما راهو الروز جربي يبذر، ومن الاول راهو يظهر برشا، ومن بعد الكل راهو مش يقعد منه حاجه كبيره، باش يبدا في بالكم. فوالا هاوك اتخلط بالقدا. توا باش نحطو بالكسكيس. نحطو هكايا بالسيسه بالسيسه، ومن بعد ما نكمل نحط الروز الكل نعمل بالمغرفه اللوح كي هكا كي الشيمينيه تقول مامي، نحط المغرفه اللوح ونعمل بيها كي الحفره باش الهواء يدور بكدا في الكسكيس نتاعي، وزيد نغطيه ونخليه يفور حتى لين يطيب. وكي يبدا تحسوه بدا يطيب تذوقوا الملح، باش كان ناقص ملح تزيدوه شويه ملح. اي خنكمل نحط الروز نتاعي يفور ونتقابلوا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. الروز نتاعي تفور بالكدا، وكيما تنجموا تشوفوا اللي الكميه نتاع الخضره ما عادش ظاهره كيما قلت لي الروز ني، هاو كي جاي ملون بالكدا مستحمر ظاهر محرحر اموره منظمه. توا باش نزينو في التبسي نتاعي، وزيد زدته شويه ثوم، ما حبيتش نحطه من الاول باش يبدا بعد اقوى مطعمه. هاوكا ذي الروز نتاعنا حضر، هكا تشخشيخه ظاهره ظاهر لي، خساره ما تنجموش تشموا الريحه البنينه. وتوا باش ناخذ الرايب نتاعي نتاع ديليس من الفريجيدير.